الأول شيخ القوم أي نعم. وعقيدة، والثاني للكريم، والثالث للشجاع، للرابع لا صاحب الرأي يقول بربعان. أنت خبر قصيد بن بربعان، مشاري بربعان الشيخ مشاري بربعان رحمه الله، يقول ماني بهالباجن على النوم نعاس، همه طعامه لين كرشه ملاها، أقالب الدنيا مقاليب وقياس نسغد عيون وعين النسحة ندواها، ضاق صدري جبت نجر ومحماس ودلال بيض غالي مشتراها، خلك لها عن كل عذروب حساس وقدر طبها على قد ماها، يجي فجالها يجل الأعماس عقب السهر والصلاة في مكبر غلاها، خصص شرواك خصص مشاكيل على النار جلاس، احبوس رجال اللي يبعيد مداها، الأول اللي للقوم نطاس مودع عثمان الهجن يدمي قفاها، والثاني اللي يثني العصب بالراس في ربعة يشبع به من صاها، والثالث اللي يحتمي دون الأفراس لروحت خيل بخيل حماها، وباقي الملا لو ما تقاويه لا باس، هذابة المجلس قليل حلاها، لا نافع الربعة ولا حاش وماص ضباط مال ولا يدري ذراها، ظروفته ثلاثة الفنجين انت قلت. طيب اثبات الكلام برضه اللي هي الجزء الثاني اللي يقول والله الولي العظم يوم النملة وكب هالجمر هيك ويجروح، هذه ثانية قصيدة ثانية معدلة صفراء.